ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل فكره بسيطه لعيد الاضحى، يا رب تعجبكم. كل اللي احنا هنحتاجه ورقه مستطيله اي شكل او اي مقاس تحبوه. انا هنا الورقه بتاعتي مقاسها 12 سنتي، بصوا فباين عندكم ولا لا؟ 12 سنتي ده العرض بتاعها، والطول 23، ممكن تعملوها 24، 25، زي ما تحبوا، ما فيش مقاس محدد يعني، براحتكم خالص. هنبدأ ان احنا نقسمها نصين بالطريقة دي، هنتنيها كده كويس قوي، وبعد كده هنجيب من الحرف او نصين بالظبط، هنجيب الحرف ده ونبدأ ان احنا نتنيه، نأكد عليها بس اهو، هنجيب حرف الورقة ونبدأ نتنيه لجوه. والحرف التاني هنتنيه العكس، بصوا اهو برضو الحاد خط النص بالظبط. هتبقى عندنا الورقة بالشكل ده، شايفين اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ نرسم عليها. انا هرسم عليها بالقلم الرصاص بس كده الاول عشان احدد مكان الحاجة، وبعد واسرع الفيديو قوي عشان بس ما اخدش من وقتكم كتير، وبعد كده هوريكم بالراحة خالص هنعمله ازاي بالقلم الحبر، هيبان معاكم اللي مش باين مع الرصاص. اللي ما كانش باين معايا الرسمة بالرصاص، انا هعيد على حاجة حاجة كده بالراحة بالقلم الحبر، خليكم معايا. ودي برضو اللي حابب يرسم خروف حتى لو مش في الفكرة دي هيقدر يرسمه بكل سهولة. كده رسمنا الفرو اللي فوق راسه، هنرسم الودين بكل سهولة كده. بعدين هنعمل الجسم عبارة عن كيرفات كده بسيطة خالص، بصوا والرجول بتاعته بالطريقة البسيطة دي. وهنبدأ نرسم الوش، هنعمل بقى خطوط بسيطة كده تدينا احساس بالفرو بتاعه. وهنلونه بقى، طبعا تقدروا تلونه بالالوان اللي انا مختاراها وعاملة بيها، تقدروا تلونوا بأي لون تاني انتوا بتحبوه. انا مش بحب ابدا ان انتوا تتقيدوا باللي انا بعمله، حابة ان انا اشوف رسوماتكم وتطبيقاتكم بشخصيتكم انتوا.
علشان كده كل واحد يلون باللون اللي هو بيحبه، اللي بيحبه بينك، اللي بيحبه لبني، اللي عايزه أزرق أخضر، يعني براحتكم. انا هسيب الباقي ابيض عشان انا الخروف عندي لونه ابيض، وهبدا ان انا الون هنا البق، وممكن نلون كمان الانف. اللي حابب يلون الراس كمان بلون بيج او اصفر او اي حاجه لونها، انا هسيبها زي ما هي. ممكن كمان العيون، بدل ما نرسمها كده نلزق العيون اللي هي متحركه دي، هيبقى شكلها برضو لطيف. تقدر تلزقها بالجلو او بالاوهو، هتبقى شكلها حلو برضو. طيب احنا بقى تانيين الورقه كده ليه؟ هوريكم دلوقتي هنعمل ايه بقى. نبعد بس العينين دي كده ونبدأ نشوف هنعمل ايه. هنفتح بقى الورقة بتاعتنا وهنبدأ نكمل الرسمة من جوه بالشكل اللي انا هوريهولكوا ده. اهو انا هكمل كده الفرو بتاعه من الجنب هنا والجنب هنا برضو بنفس الكيرفات كده او بنفس الخطوط المايلة دي. ممكن نكمل الراس لحد تحت، او وممكن بقى نعمل له كده ايدين هنا، بس انا نسيت رسمت له تحت 4 رجلين، فمش مشكله. لو هنعمل الايدين دي نبقى نرسم رجلين بس من تحت، وهنعمله ماسك مثلا ورقه. انا برضو بعمل بس برصاص بحدد مكان الحاجه، لكن هوريكم بالقلم الحبر وهيبان هيبان لكم كويس اللي مش باين ليه بالرصاص. اهو بصوا بقى معايا اهو كده، هنكمل الجسم بتاعه بالشكل ده، هنوصل كأننا بنوصل الرسم ده بده. تقدروا بقى تعملوا في الشكل اللي جوه ده اللي انتوا عايزينه. انا هنا زي ما قلت لكم هعمل الايدين، وهيبقى ماسك فيها ورقة هنكتب فيها المعايدة. وبنفس الألوان هنبدأ ان احنا نكمل كده الرسم من جوه كمان. حابين بقى تكتبوا فيها كل سنة طيب يا فلان، حابين تكتبوا كل سنة طيبة يا ماما يا بابا يا جدو يا تيتا، أي حد حابين تكتبوا فيها بس عيد أضحى مبارك، عيد سعيد، زي ما تحب. انا هنا هكتب عيد اضحى مبارك وهكتبها بالالوان.
وبس كده. هوريها لكم بقى لما تتقفل وتتفتح هيبقى شكلها عامل ازاي. ده اللي احنا عملناه، لما بتتفتح بتبقى بالشكل ده. يا رب تكون عجبتكم وتكون بسيطة وسهلة بالنسبة لكم، وما تنسوش بقى تكتبوا لي كومنت عن رأيكم في الفيديو تحت الفيديو. طبعا طبعا اللايك والشير والكومنت ما تنسوش، وكمان اللي مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم جميعا، واستنوني فيديوهات تانية كتيرة بإذن الله.